دعم جديد يضاف إلى رصيد العطاءات السخية التي تقدمها دولة الكويت ويدها البيضاء، والتي تمتد لدعم أشقائها في اليمن وبما يلبي احتياجات المواطنين فيها. فها هي دولة الكويت بكرمها وأميرها قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقوم برفض القطاع الصحي في اليمن، والذي جاء هذه المرة عبر بيت الزكاة الكويتي وبتنفيذ من جمعية الحكمة اليمانية، وذلك من خلال تقديم الأدوية والمحاليل الوريدية والعلاجات الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا وتوزيعها في محافظة عدن، والتي كانت تعاني من نقص الإمدادات الدوائية لهذا المرض المتفشي. الدعم مقدم من الأخوة في الغاتة الكويتية والجمعية الحكمة اليمنية، طبعا هم مشكورين عليه، وقد قدموا أكثر من دعم في أكثر من مجال، وهذه طبعا ثمار أنا أتمنى أن تستمر على طول، وطبعا هي بالأخير هي بميزان حسناتهم، وهم يقدموا بعض الأدوية الإغاثية بحسب المراحل أو بحسب ما تعاني مدينة عدن. الدعم الكويتي للقطاع الصحي في اليمن تظل بصماته واضحة وضوح الشمس، وذلك بأن 70% من احتياجات اليمن الدوائية تقدمها دولة الكويت لمساندة أشقائها في هذا البلد المغلوب على أمره، والذي تحيط به الأزمات من كل جانب، كان آخره انتشار وباء الكوليرا الذي حصد الآلاف من الأرواح، والذي كان لدولة الكويت الدور الأبرز في مكافحته. هذه الشحنة تأتي ضمن حملة تشمل محافظات، بدأناها أمس في أبيان وفي تعز في مناطق الساحل الغربي في الخوخة والمخا وحيس بتكلفة إجمالية 30 مليون ريال، وستتبع إن شاء الله حضرموت. وتم الانتهاء الأسبوع الماضي من تنفيذ مشروع الكلى بست محافظات بمبلغ يصل إلى 100 مليون ريال. دائما وأبدا تبقى شعلة العطاء الكويتية متقدة لتبقى عند حسن ظن أشقائها وسندا لهم في كل حين. دعم كبير تقدمه دولة الكويت للقطاع الصحي، والذي بدأ واضحا اليوم مع قيام دولة الكويت بتدشين توزيع أدوية لمرضى الكوليرا في مستشفى الصداقة التعليمية في محافظة عدن. مروان نبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن.